أعرفه من 35 سنة. من الآخر كده إبراهيم، ده أرشيف متحرك. عدل القياس صندوق الأسود بتاع النادي الأهلي، صفقات صفقات صفقات. حاجة غريبة جدا. أنا عندي منه ومحمد، وأنا عندي منه ومحمد. يبان في مناكفة، في شقاوة في الشغل بينه وبينه. أقعد أقول له لأ، هو يقول لي آه. وبعدين بقى على الهوا هو مدرس العربي بتاعي، مناكف مناكف مناكف، المرفوع والمنصوب وبتاع ما بيجليش. لا بس يكفيك شر غضبه، شوف الشاسيه بقى ده. في 74 مناكفه عدلي طلعت مجله الاهلي. وبعدين اهم ميزه بقى، ما استلفش عمره مني فلوس يعني. عدلي القيعي فصل مع الجن، عشنا احداث كتير جدا مع بعض. رحت انا والمهندس عدلي القيعي كل مره في كاس العالم للانديه. لما جت على روسيا بقى وكاس العالم خلع مني وراح لوحده. ملك وكتابه مع عدلي القيعي وإبراهيم المنيسي. الاثنين والخميس الساعة 8 مساء على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا.